وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن زيارة وصفت بالتاريخية لما يعني جرى خلال هذه الزيارة من توقيع لاتفاقية مهمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين. ما قراءتك لهذه الاتفاقية والزيارة بشكل عام؟ شكرا جزيلا. طبعا مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة كذلك لمسي الخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، واشكركم على هذه الاستضافة. في البداية أيضا أود أن أشيد بالنتائج المتحققة والنجاح الكبير الذي أنجز بصراحة خلال هذه الزيارة التاريخية المثمرة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد بأن هذه الزيارة تعكس حرص سموه على استمرار التواصل بأعلى مستوياته مع الدول الصديقة، وأكيد التباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية. عودنا سيدي صاحب السمو ولي العهد على أنه يكون هناك دائما مجال لتبادل الآراء والأفكار، أن يكون هناك زيارات متعددة للدول الصديقة، وأن يتم في هذه الزيارات مناقشة القضايا موضوع الاهتمام المشترك. وأعتقد بأن ذلك يؤكد على النهج الرصيد الذي ينتجه سموه، وأكيد تنتجه مملكة البحرين في نسج علاقات وتحالفات سياسية واقتصادية بما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية على الصعيد كافة، خاصة وأن هذه الزيارات عادة تخلص إلى تدشين مراحل جديدة للشراكات الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة، وبالخاصة في هذه المرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. في عجالة كذلك أعتقد بأن عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تمتد لأكثر من 130 عام تجمع هذه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لاعتبار أن البحرين من الشركاء الأقدم والأقرب على مستوى منطقة الشرق الأوسط حسب تصريح وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية الأخير. هذه العلاقات طبعا دائما تتسم بالتقدم وبالتعاون الرفيع في كافة المسارات، ودائما ما يشوبها التنسيق المستمر بما يعود بالخير والنماء بين البلدين والشعبين الصديقين. العودة إلى دلالات هذه الزيارة، فأعتقد بأنها تعكس حرص البحرين على موصلة التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتعزيز سبل دعم الشراكة والتعاون. من ناحية أخرى أعتقد بأن توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني هي مرتكز حديث ومرتكز جديد ثابت لتعزيز التعاون في شتى المجالات، وخاصة على صعيد المجال الأمني والعسكري والتكنولوجي، وكذلك على صعيد التجارة والاستثمار. أعتقد كذلك بأن هذا الاتفاق الجديد سيسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بشكل عام، لأنه سيفتح مسارات أوسع للتنمية وسيعزز كذلك من التعاون الدولي. باستقراء كذلك يعني هذا الاتفاق، أعتقد بأنه فرصة متاحة أمام جميع الدول التي تتشارك في مبادئ السلام وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية والازدهار. وأعتقد بأن تأسيس بنية عالمية جديدة هو ما تقوم وتطلبه دائما مملكة البحرين، وهو ما يتفق كذلك مع سياسة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الاتفاق سيخدم المصالح المشتركة بكل تأكيد لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
الله.